الأواني اللي تشتغلوا بها برضو بتستلفوها من بعض كمان والله إذا نقصت يعني. لا هي المواد بتختلف يعني أي زول عنده تكنيك خاص. فأنا من ناحيتي بصراحة للآن ما حصل في أحد طلب مني حاجة معينة لأنه أي أحد عنده تكنيك معين في شغله. يعني المواد ما كلها واحد يعني؟ لا ما كلها واحد يعني. فأي زول تلقى عنده يعني تكنيك معين. في ناس بيجيبوا موادهم من برا، في ناس من جوا السعودية، في ناس كده يعني، فبيختلف. وانت بتتكلمي يا هبة قلتي أنا عندي مواد مختلفة من آخريات من أخريات، وجيتي قلتي والله أنا بستعمل مواد قد لا تكون الثانية مستعملة، وأنا قعدت أسرح. طيب دي مدخلة كم مادة؟ أنا التوب ده لابساه وهو طبعا كثير جدا. أنا نفسي فعلا يعني تجي الرسمة دي والله حقيقة لو جات طرفها اللي هي عبارة معلش لو جبناها، هي طبعا رسمة وطبعا ده هسي بالمناسبة الديزاينات الجديدة. كلمينا عن الرسمة والبيت وحلقة الفدو دي، الفدوة دي الفدو من البسم. أيوة الزمام والفكرة ذاتها بتاعت مدخلة كاملة. هل ده تلوين؟ هل التوب أصلا لونه ده؟ والله يا أخوانا نحن بس عايزين نعرف كنترول. خلوا بالكم معانا التياب بتكون يمكن اللون ده الأصلي. أيوة الكلام ده كله بوهاي. أيوة بوشيا. كلمينا أوكي تمام. أيوة تمام. طيب بالنسبة للتوب اللي لابساه، طبعا الفكرة العامة هو لتوب الجرتك المفروض. لأنه في عروسات عندي مثلا بحبوا يغيروا كتير كتير كتير، يغيروا أفكار، بغيروا حاجات. ففي عروسات بيطلبوا تياب ما تكون لونها أحمر وتكون فكرة غريبة. فمن ضمن الأفكار اللي أنا صممتها اللي هي تياب بنفس الفكرة دي، والحمد لله مشت. فأنا التوب ده بصراحة بحبه شديد. أنا كمان حبيت. أيوة بتجامليني فيه؟ ايوه دي لك انا من البدايه قلت لك. لا بجد يعني الفكره حقت. ايوه كملي. ايوه فالفكره انها يعني واضحه العروسه انها يعني قرمصيص بس بشكل مختلف شويه، مغطيه جزء. القرمصيص وين هنا؟ اللي هي بالاحمر بالاحمر دي. أيوة. طيب. بس بفكره مختلفه يعني مش بالفكره المعتاده. نعم. وبس وباتجاه الثاني العروس.